130 130 طفينا بالخرفان ترى دابا دخلتهم العزيبه صح شحال من واحد خمسه الخرفان وخمسه المهم شباب اربعه بسخوت والدي ورا بزاف عليا خويا انا نبقى مقابل الخرفان انا نور ماشي واحد قالت لي قاش هاد الهضره الوالد اليوم العبد اللي شدنا غير قردنا طرف انا اش ندير لي الوالد انا نبقى مقابل لي الخرفان والعيد دابا هذا العيد واش انا راه بزاف عليا صاحبي شي كتغوت معايا بسخوت والدي بسخوت والدي عرفت شكون اللي يسولي ولا في البلديه ماشي خرفان كذا اشوف تبان قلت يا دي السلام عليكم جبت دور انا اش درتي فضلك تاني العيد قرب والده مريضه خويا حمشي دابا نشافرو نمشيو للحبس باش من حبس حتى ولا حبس والده مريضه انت باغي تمشي للحبس ومنا نجيبو هاد العيد واش غنديرو غنديرو كيف ما درنا داك العام اللي فات والاعوام كامله اللي جيت سير على داك خونا الزيتون اجرنا عليه هذا أسر قصد هذا آخر مرة صحيح على مولا سيرا أخوالي سمع أخوالي يا صاحب عدت عليا الزيشون يبدا الخروج ناري قودنا من عند الوالي ما سمعتينيش أصاحبي وناري يا صاحبي تالك الميكرو بغلبك يا صاحبي مكاش تكب لي يا صاحبي شي كروشد أنا دعاقني يا صاحبي كيفاش دعاقك؟ تعرفت غدير دابا نصر لي هذاك السليم نصر لي السليم وشي الهلاوة فين الهلاوة فين هي؟ تعطلت شنو ما تعطلت فرات وليا راسي تجوم مالكم عاوتاني؟ تدوتو للوالو شنو مستربون؟ تعاركو الزيتون تعاملنا الزيتون خويا في اي عيد هاد العيد واقفين عليك اخويا والده مريضه وتشعل
ويدا مازال مريضة؟ انت راه مريضة مازال على الحالة. واد عيد بغيتوني انا نعطيك عاملنا بالروجو ولا اي طلب ناديو لك اخويا. شنو نبقى نمشي للحبس على قبلكم؟ اه شوف حنا غتحتاجنا غنعاملوك الزيتون. كنتي عاملة والدي. المهم سير انت للدار هو راه غنمشي معاه. غتشوف فيا وغدا غتجرح واجي شديت واخواتي انت كيفاش خواتي اللي تلهيت مالك؟ ها؟ كاسكو تسكت انت فاهم وقع على صاحبي واخواتي واش ما عرفتيني شكون انا؟ ما عرفتيش ما عرفتينيش انت شكون صفاح والو انت غتعرفني انا شكون هو الدراري راه مكون بلا ما تزيد تحدا وعلى شوف الخرفان ضيع شينا فيهم غتورينا لما نبعث يوم الله يرحم ليكم وافهموني دابا سمعوني الوالد عنده واش خرفان الوالد راه عنده هذاك خرفان جيتي حتى ضيع شينا ما عرفتيش شنو هذا الوالد ما تجيبش الوالد خلينا ندوز خلينا غيفيروا خلينا ندوز دار خليه دار سكوت الوالد فاش حال الدراري صاحبي الوالد صاحبي الوالد راه طلبنا حنا ما تفرش صاحبي ما تفرش حنا ما تفرش عقل عليا هويا والله راه بقات في ايه باقي يلاه جي بياسه هو دابا هذا خوك انا تعلق من يقول انت ماشي خويا ني فكره نطيروا لامك هذه المره باقي تجي لي واحد شوف حاول نعاودو شريف بارا اخر هذا خلينا انا ما تبقاش كيف بحال ما تبقاش كيف بحال المره هذا واحد خوتنا قالوا مريحين تختصر ليا قالوا مريحين تحب كويس لاعبين فري فاير مع الشناعبين جيش قلت لها نشوف لك العرض حتى يسلي شي يد الجيب انت تما عارفه صح ما عديش مع فري فاير جبتي شي حاجه صافي صافي جبت 100 درهم والجرام قايت شي طايحه حتى قرقعه عارف 100 درهم 100 درهم حرام تما الحرام عادي جدا ولكن ادفع لك رجع بلاصتك نهضر معاك شلا هو خويا 100 درهم جبتيها اه حنا كلشي سايق لنا الاخبار كنكريسي وفي الدربه تا بنادم هي داك المهدي بزاف اخويا هذا السيد بزاف واش انا غنقتلوا اخويا راه ولينا خايفين على عائلاتنا ولينا خايفين على خوتنا والله شي بزاف نقول لكم واحد الحاجه غلي في راسك راه الصدقه مضيع حياتك انت وحياته ضايعه اخويا راه بزاف راك تشوف راه وليتي خايف على عائلتك على خوتك اخويا بصح زوين تجمعوا ديروا به شكايه صيفطوه المغربي في راسك لا تشال اخوك تصوروا مضيعين حياتكم على والو نكذب عليك اخويا الزين هادشي اللي كيبان لي اخويا من كتفون الدول البوليس احسن حاجه حقا الله يرحمك لا هو دابا الله يرحمك والبراج ودويت اخويا نبقاو طالبوا فيه دويت معاكم في 72 السلعه اللي مشات ليكم راه بفلوس كثيره الله يرحمك الوالد فايضقونا اخويا حنا علينا دابا غندير معاكم المزيان اخر مره تبقاو تبكيو عليا بحال هكا غندير معاكم بوت المزيان ما غتدخلوش للدار كتجيبوا لي السلعه بربي من واخر مره غتبيضوا لشي واحد صافي اخويا ايوا ايوا عدي دبر عليه غتحفظ ولا غيتقلع معول عليكم بربي على بربي لا تنزل اخر مره قلت لكم غيروا ليه مدبر عليه هو نعم على قودوه قودوه وبيدقونا بعلو ودبر عليه شوفوا العيد لكن غنجبدو هذا الدراري سلم علينا بعدا صح تا سميتو المهدي محلف لاخو غيقتلو صحاي غيشدو غير محلف لاخو والله غيقتلو المهدي 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 قال لي جاب السلعه الاول غيشدو غير ترا كنقول لي فوتو فوتو عليك فوتو عليك مهدي ما خدامش لك عامل غير الدوار عامل الدواش غدير صحاب راه راك تلاه صافي والله الله 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 عندو ما نعطي شي قد حق الرب الجليل اللي في الدرب وحق الرب قلنا مريح هذا بحدايا تخلاش مولو غالبكم اصاحبي اخويا بالروجو دابا كاينش الرجاله ودا حسن كتفوا ديال المود والبوليس دابا راك تو رجاله نديرو نديرو غادي كاملين حنا بغيت نمشيو نديرو لا دابا نيش دابا يلا نمشيو يلا نمشيو يلا نمشيو يلا نمشيو
المادي كيضرب في خوك اصاح. المادي كيضرب في خوك انا شكون ضرب؟ ضربني هو. ضربك هو؟ فين هو هو؟ لا ضرب هيك. نور بارو جيب لي شي جنوي جيب الناس. لا يا قرا حسين. راه ديك قرا. ها هو رجيب. شوف دابا البايضة قالت قول لي اخوك فين هو غنطيقك نمشي بحالك. ما غاديش نقول لك خويا هذا الفن كاين على هاد الحالة درتي لي برا بلي قلت لك خويا راه مازال غندير لك اكثر من هادشي. هادشي راه شوية من بزاف. هو داك صاحبي في الدار صباح هاد البياضة قاعدة وغنمشي للحبس على الخاوة غنطلع في شي واحد. خوك فين هو؟ الله يرحمك الوالد غنمشي بحالك. الله يرحمك الوالد. قول لي اخوك فين هو غنطيقك في الدار. في الدار في الدار. وصل الميساج برا ما غايعيش. صافي سير يا عم ان شاء الله. هودا هود صافي الله يعاون الله يعاون. انا اللي فيا لافوت لي عطيكم هاد العمليه النهار الاول وكلفتكم وهاد تيقشي فيكم وكلشي تيقى فيكم من الاساس من الديبار. قلت لكم نتوما هما اللي غادي تكونوا نمبر 1 عندي في الخدمه ماشي انكم تجيو عندي شهر ونص وجالسين نتوما ما على بالكمش جالسين ما مسوقينش ضاربين الدنيا بركله كتقهواو كتخرجوا على ملاش كديروا نيبالا نتوما يا نتوما نيبالا خدامش مزيان خدامش مني يا شيخ كتفلاو عليا. هود صافي سال الكلام انتهى الكلام. هود هود الله يرحم لك الوالدين وصل لصاحبك مرت البياضه كبرتكم على يدي وليت كنت باغي نطفي والله ما غاش تجبوش البياضه قاع صاحبي تجبوش البياضه. اه شي تشاب ما لا بسيمو والله ما راجع هذيك دوز والله ما راجع انا مهضر معاك رجال الساعه انت مش راجع ما غاش تبقى لك برا عفيش غير دور. والله